في يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، قال لهم: إن فيكم لرجلا ضرسه في النار كجبل أحد. يا نهار أبيض، واحد من الصحابة هيكون في النار؟ المشكلة إن معظم الصحابة اللي كانوا موجودين ماتوا فعلا على الإسلام، مفضلش منهم غير اتنين، أبو هريرة والرجال بن عنفوة. وفضل أبو هريرة خايف مش عارف يعمل ايه لحد ما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر مسيلمة الكذاب اللي حكينا عنه في قصة سيدنا خالد بن الوليد، وانضم اليه الرجال بن عنفوة، وبكده ارتاح سيدنا أبو هريرة واطمن على نفسه. نيجي بقى للتاني اللي هو الرجال بن عنفوة. اللي حصل بالظبط إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة أول ما جالهم خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب الرجال بن عنفوة من خليفة المسلمين أبو بكر الصديق إنه يروح لمسيلمة الكذاب ويقول له إن عيب اللي أنت بتعمله ده، أو إن هو يبقى سفير يعني هناك. الراجل أول ما وصل شاف إن عدد المرتدين كتير، حسبها كده بالمنطق، قال لك بس خلاص أنا خليني مع الكسبان، الناس دي هتكسب، التانيين زعلانين على وفاة الرسول شكلهم هيخسروا، أنا خليني هنا أحسن. وكانت كارثة، لأن مهما مسيلمة الكذاب يقول عادي ممكن تقول زي ما أنت عايز، لكن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كده، طبعا كلام مصدق. وبدأ بقى يخطب في الناس وقال لهم إنه فعلا شهد يعني يوم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل مسيلمة بن حبيب وقال له إن هو النبي إن شاء الله من بعده، وإن دلوقتي خلاص كلنا لازم نتبع مسيلمة بن الحبيب، وكلامه كان مصدق. محدش يعرف الحقيقة إن الرجال بن عنفوة ده ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرتين، مرة يوم البيعة يوم ما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد الشهادتين، ومرة ثانية يوم وفاة الرسول، غير كده هو ما شافوش خالص. وارجع لقصة سيدنا خالد بن الوليد، هتلاقيني حكيت عن المعارك اللي خاضها خليفة المسلمين أبو بكر الصديق بنفسه، وبقية المعارك اللي خاضها خالد بن الوليد بنفسه، إلى أن وصلوا إلى معركة اليمامة. معركة اليمامة زي ما قلنا اتفاجئ المسلمين بعدد المرتدين اللي كان كبير جدا، وفي أول الحرب كان واضح إن المرتدين هما اللي هيكسبوا، إلى أن ظهر بطل معركة اليمامة زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن الخطاب كان أخو سيدنا عمر بن الخطاب، كان أخوه كبير، وكان دخل الإسلام قبله، وسبحان الله نال الشهادة برضو قبله. في اليوم ده زيد بن الخطاب كان عارف إن رأس الكفر مش مسيلمة، رأس الكفر التاني، سبب المصداقية اللي هم عايشين فيها دي كلها، الرجال بن عنفوة. وبدأ في المعركة، وأنا عايزك تتخيل إن عيلة سيدنا عمر بن الخطاب كلها كانوا مشهورين بالطول، إن هم ضخام، يعني في روايات قالت إن سيدنا عمر بن الخطاب كان طوله مترين. لاحظ بقى إن سيدنا زيد كان أخوه كبير، فاحتمال يكون أكبر منه. فتخيل أنت ماشي في المعركة بيدور على واحد بس، أنا عايز رجال. رجال خد باله إن زيد جاي عليه، فابتدى يهرب ويخش لجوه أكتر، وزيد يدخل وراه أكتر، كل شوية يظهر قدامه واحد فيبتدي يبارزه يقضي عليه يدخل على اللي بعده وهكذا، عشان يفضل عايز يوصل لهدفه اللي هو الرجال، لحد ما وصل في الآخر وبارزه وجه لوجه، وكانت النهاية طبعا إن الرجال دماغه طارت. بكده ابتدى المرتدين يشوفوا ايه ده، ازاي هو مش ده النائب بتاع النبي، ازاي يموت بسهولة كده، طب واحنا هنعمل ايه من بعده؟ وكان من عادة زيد ان هو لما ينوي على حاجة يمتنع عن الكلام تماما لحد ما يوصل للحاجة دي. وبعد ما انتصر على الرجال بن عنفوة، وهو خلي بالك كان رقم 3 في جيش المرتدين، في بقى رقم 2 اللي هو مين؟ المحكم ابن الطفيل، وهو ده اللي كان عليه الدور، ولكن سقط زيد بن الخطاب شهيدا. وعندما عاد جيش المسلمين للمدينة، كان ساعتها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في استقبالهم، قعد يدور طبعا على أخوه، لكن للأسف جم الصحابة وعزوه في أخوه وطمنوه إن هو استشهد في سبيل الله. قصة النهاردة صغيرة جدا ولكن ليها معنى كبير. الوقت ده كان وقت فتن
في الدولة الإسلامية، ولكن الفتنة وقتها ما كانتش مجرد إن هو واحد بتاع النبوة وفي ناس تبعوه، لأ لأ، دول بالعكس، دول كمان جابوا جيش وكانوا ناويين يحاربوا الدولة. يعني هدفهم إن هما كانوا هيجوا على المدينة وهيقتلوا الخليفة، وهيبقى هو ده مسيلمة الكذاب، هو دلوقتي بقى النبي بقى. فكان لازم ساعتها تبقى الحرب برضه بنفس الطريقة، إن إحنا كمان نعمل جيش ولازم نحارب الفتنة السلاح بالسلاح. يمكن دلوقتي الفتنة عندنا في زماننا ده مختلفة، في ناس شغلتها دلوقتي إنها تحارب الإسلام بطريقة ذكية بصراحة، وهي إن هو مش يضرب في الإسلام نفسه، لأ، ولا إنه يقولك إن الحديث ده غلط ولا الحديث ده باطل، لأ، الطريقة دي قديمة. الطريقة الجديدة دلوقتي إن هو يميع الإسلام شوية، يعني لما يقولك إن مفيش حديث صريح بيقول إن الحجاب فرض، لأن 100,000 شيخ هيطلع له ويقول له لأ، الحديث رواه مسلم والبخاري وقال كذا وقال كذا وقال كذا، ويديهوله في عينه وخلاص الحكاية تنتهي. لأ، هو يعودك على شكل اللي مش محجبة. ويا حبذا لو واحدة ممثلة مثلا كانت لابسة الحجاب ودلوقتي قلعت، فأنت تتعود على شكلها، فيوم في التاني مش هتزعل بعد كده لما تشوف واحدة مثلا زميلتك في الشغل، أو واحدة كانت معاك في المدرسة، أو مش أو حد من جيرانك كانت محجبة ودلوقتي قلعت. شوية شوية لما تتعود على الشكل ده، مراتك هتقلع عادي، بنتك هتقلع الحجاب عادي. تمييع المفاهيم، بدل ما انت كنت صارم جدا في الحكاية دي ومش هتسمح ابدا، ويعني الموضوع ده بالنسبة لك خط احمر، لا، بقت الموضوع عادي 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 اهو، عارف، الدنيا بقت قشطة مفيش مشكلة. هتقول لي ما هو بني ادم برضو والابن ادم خطاء ومش عارف ايه، هقول لك وثقوا الشبهات. وليه؟ الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ كير، انا ليه اللي يخليني اروح اقعد جنب واحد عمال بينفخ في النار؟ ليه اقعد جنب حداد عمال ينفخ في النار ويدخن عليا ويبهدلني؟ ما انا هتلط معاه ليه؟ ما في ناس تانية محترمة، خليك معاهم. بنفس المنطق ده، لما تكون انت مثلا يا سيدي بتقلب على السوشيال ميديا، ولا بتقلب على اي ابلكيشن بقى، انستجرام، تيك توك، حاجة زي كده، كل الابلكيشنز دي هي بلاتفورم بتاع الناس بتعرض عليها شغلها، زي ما انا دلوقتي على اليوتيوب، في ناس كويسه على اليوتيوب وفي ناس وحشه على اليوتيوب، في ناس حلوه في يعني في ناس كتير جدا على فكره بيقدموا محتوى ناجح جدا على تيك توك، بس للاسف كله بيروح يعمل فولو للصفحات التانية اللي فيها ناس بترقص وناس بتعمل حاجات زي كده. لكن انت اللي بتختار ليه تسيب الناس الكويسه وتروح تقعد جنب الناس اللي تودي في داهيه دي، وتيجي في الاخر تشتكي من مشاكل الدنيا والدين، وتقعد تقول لي انا مش عارف اركز ليه، والله مش عارف الرزق ما بيجيش ليه، والله ما الدنيا مقفلة معايا ليه، مش عارف ليه بجد، بتسأل انت لحد دلوقتي مش عارف ليه؟ انا مش شيخ ومش داعية ومش بقعد اديك في مواعظ وحكم، لا، انا بقول لك نصيحة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. بقول لك نصيحة النهاردة، انت هتقول لي نصيحة بكرة. وعشان نحارب الفتنة دي، الناس اللي عمالة تنتشر في مجتمعنا دي، لازم الاول نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. اللي بيحصل ان ابنك دلوقتي بيجي يقول لك وانا ذاكر ليه؟ ما بتوع المهرجانات بياخد 20,000 جنيه في اليوم، اذاكر ليه واطلع دكتور؟ اه، طب ما مش عارف لعيبة الكورة بياخد كام؟ هي دي المصيبة، هي دي الفتنة، هنطلع جيل كله لعيبة كورة ورقاصين بتوع مهرجانات. طب ده الولد، البنت بقى هتقول لك ايه؟ هتقعد بقى تجيب لك أمثلة بتوع رقاصات ولا ايه؟ هي دي دلوقتي اللي اسمها فتنة. الجيل يا جماعة بيضيع، الجيل اللي طالع دلوقتي ما شافش مثال بني آدم عدل. سبب حب الناس كلها لمحمد صلاح لأن هو الناجح الوحيد اللي شافوه في حياتهم، معشوش احمد زويل، معشوش طه حسين، معشوش كل الناس اللي، معشوش الشيخ الشعراوي، معشوش كل الناس دي كلها. بالعكس، ده احنا ربنا بلانا بناس كنا معتقدين ان هم كويسين وطلعوا في الاخر ربنا الاعلم بيهم. في ناس كانت مفترض ان هي بتتقدم لنا على انه داعية اسلامي، ويطلع بعد كده بتاع فراخ مش عارف ايه.
وتتفاجئ بحياته لما تنزل له صورة ولا يتفضح له تسريب تليفون. كل ده بيدمر، كل ده بيعمل انهيار للمثل العليا. هو كان شايف ان الداعية ده راجل يعني بسم الله ما شاء الله ملاك ونازل من السماء، هوب فجأة السوشيال ميديا كلها تتقلب لتسريب صوتي بينه وبين واحدة ست متجوزة مثلا. يا نهار اسود، خلاص هيقول كل الشيوخ كده. طيب نحارب الفتنة دي ازاي؟ ان انا اجيب لك امثلة حقيقية لأبطال بجد، أبطال تاخدهم فعلا مثل أعلى ليك. هو ده اللي احنا لازم نعمله عشان نقضي على الأشكال دي، ما يبقالهمش أي مكان في دماغ أولادنا. الجيل يا جماعة في خطر. آسف لو كنت طولت عليكم، شاكر جدا لدعمكم. لو استفدت حاجة من الفيديو اعملي لايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك إشعار بالحلقات الجديدة. ربنا يستر علينا، صباح الخير.